ترخيما يحذف آخر المنادى كيسعى في من دعا سعادة وجوزنه مطلقا في كل ما والنثى بالها والذي قد رخم بحذفها وافكره بعد وحولا ترخيما ما من هذه لها قد خلا إلى الرباع يفما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم ومع الآخر يحذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخروف وهو وياء بهما فالحنقف والعجز يحذف من مركب وقل ترخيم جملة ولا عمر نقل وإن ويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف وجاه إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالأخير وضعا تمما فقل على الأول في ثمودي ثمويا ثمي على الثاني بيا والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة وللطلال رخموا دون نداء ما للنداء يصح نحو أحمد. الترخيم الترقيق لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر وفي الاصطلاح هو حذف آخر الكلمة وفق قواعد مخصوصة. قال ترخيما لأجل الترخيم قالوا مرعون لأجله ترخيما يحذف آخر المنادى تنادي امرأة اسمها سعاد تقول يا سعاء تنادي جعفة تقول يا جعفة تنادي صالح تقول يا صالي ولا زاد في بعض الجهتان أخبرني بعض إخوتنا في صعيد مصر أنهم يقولون يا محمد لا شكل في محمد وهو من أبحاث النداء لا إلا في النداء وسيأتي ما فيه ترخيما يحرك يا سعى في من دعا سعادا وجوزنه مطلقا في كل ما والمثل بلا كل اسم مختوم بلا يجوز ترخيمه سواء كان على حرفين كقولك في هبة امرأة اسمها هبة ورجل تقول يا هبة بحرف التاء حرف الهاء ذبة تقول يا ذبة وتقول في فاطمة يا فاطمة أظهر لما سمعك ولو مذكر لا فرق كل اسم مختوم بها رخمه أنا أقول وجوز له مطلقا في كل ما والنذر والذي قد رخم بحذفها وفره الاسم المختوم بالها إذا رخمته لا تحذف إلا الها لا تحذف غيرها هناك أسماء تحذف آخره وما قبله كعثمان هذه لا تحذفها إلا الحرف الأخير كما لو كانت عندك امرأة اسمها عقنبات عقنبات أنثى العقاب تقول يا عقنبة تحذف التاء فقط لا الألف وحولا ترخيما ما من هذه الأقصى الاسم الخالي من هذه الهاء لا يرخم إلا بشروط أربعة إلا الرباعية لا بد يكون رباعيا لا يرخم زيد ولا عمر وقال بعضهم يرخم حكم مما تحرك وسطه وليس معتمدا هذا لا تقول يا عمر ما بقي من الكلمة عم لا يقال هذا إلا الرباعية كجعفر وخالي فما فوق العلم لا بد يكون علما لا ترخم غلام ولا ليس علما إلا على لغة إخواننا المسلمين في الهند يسمون الرجل غلاما فهو بلغتهم علم تصل تقول يا غلا بحذف الميم والألف يا غلا فقط لا تحذف الميم فقط فما نقول علم دون إضافة لا يكون مضافا لا ترخم غلا يا غلام زيد لا ترخيم فيها لماذا زيد لم تناديه ناديت الغلا وغلام لا تستطيع أن ترخمه الحلف لا يكون في الحشو يكون في الآخر واضح دون إضافة وإسناد متم كذلك لا يكون مسندا وسوف يأتي عليه الاستثناء بإسناد كشاب قرناها برق نحره تأبط شرب هذا كله على رأيه لا يرخم وسوف يأتي ما فيه دون إضافة وإسناد متم قال رحمه الله هذا نوع من الترخيم النوع الأول هو حذف حرف واحد النوع الثاني أن تحذف الحرف الأخير وما قبلها الثالث أن تحذف كلمة برأسها وسويكم قال ومع الآخر احذف الذي تلاه إن زيدا إذا كان زائدا أربعة شروط إن كان زائدا ولينا وساكنا ومكملا أربعة فصاعدا فتقول في منصور يا منصور تحذف الراء والواو الواو واقع رابعة الواو زائدة الواقع الواو لين الواو ساكن فلا ترخم قمطر لا ترخم إلا بحذف الحرف تقول يا قمط الطاء واقع رابعة لكن ليست لين قنور هبيخ الرابع
قنور نوع من الطيور، هبيخ الغلام الممتلئ لين لكنه ليس ساكنا، تقول يا هبيه ويا قنور. كيف تقول في ترخيم سعي يا سعي، عماد يا عماد، ثمود يا ثمود، لان حرف اللين وقع ثالثا. واضح؟ نقول ومع الاخر احذف الذي تلاه يزيد لينا ساكنا مكملا اربعه فصاعدا. والخلف في واو وياء فيه ما فتنقهم، واو ويا وقع رابع في المرتبة الرابعة لكن قبلهما حركة غير مجانسة وهي الفتحة، اختلفوا فيه. لو ناديت فرعون هل تقول فرعون أو تقول يا فرع بحرف النون والواو؟ وكذلك غرنيق، غرنيق هل تقول غرني بحرف القاف فقط أو تحذف القاف والياء؟ أنا قوله وخوف ياء وياء بهما فتنقوا في أخرى. النوع الثالث لعجل زحمه من مركب. سيبوي رحمه الله في هذا البالي قال المركب تركيب اسناد لا يرخم، وهو قوله دون اضافه واسناد متم، هو هنا نقض نفسه. قالوا سيبوي منع في باب الترخيم ان يرخم المركب تركيبا مزجيا، لكنه جاء في باب النسب قال اذا نسبت الى ما ركب تركيب اضافه حذفت اخره، فتقول في النسب الى برق نحوه برقي تماما كما ترخيم فتقول يا برق. سيبويه ناقض نفسه، جمع بين قولي سيبويه بان المركب تركيب اسناد يرخم لكن ترخيمه قليل. فهمت؟ فذاك عليه غبار. هو بدا قبل هذا قال دون اضافه واسناد، اي ان المركب تركيبا اضافيا لا يرخم والمركب تركيبا اسناديا لا يرخم. جاء هنا وقال والعجل زحل من مركب، احنا الاخر المركب تركيبا اسناديا برق نحره، نعم المركب المزي، هاي المركب الاسنادي المزي بارك الله فيك، واسنادي سويتي ما فيه سويتك على كل حال نفسه. تقول في بعل بك يا بعل، وفي حضر موت يا حضر، ها صحيح. والعجز من المركب تركيبا مزيا، وقل ترخيم جملة، وهو اللي كنت اتكلم عنه، الجملة اللي هو المركب الاسنادي قال قل ترخيمه، فتقول في برق نحره يا برق، مع انه قبل هذا قال دون اضافه واسناد متم، منعه في الاول واجازه هنا. قالوا منعه تبعا للسيبويه، منع ترخيم المركب تركيبا اسناديا فهم، ولكنه جاء في النسب وقال اذا نسبت المركب تركيبا اسناديا حذفت اخره، كما تنسب الى برق نحو فتقول برقي تماما كما ترخمه وتقول يا برق تحذف اخي. فهمت؟ الحمد لله صحيح. انا شرحت قبل وقتها، هذا نقول لي وقال ترخيم جمع ويا عمرو النقل، نقله اين؟ نقله في باب النسب لا في هذا الباب.